السلام عليكم. ننهي اليوم محاضرات الأسبوع الثالث بإبداء بعض الملاحظات عن المواضيع التي تكلمنا عنها في هذا الأسبوع. وكما تذكرون فقد تكلمنا عن الشدة النفسية وتكلمنا عن الشكوى، واليوم سنتكلم عن بعض النقاط التي لخصتها على شكل فقرات صغيرة. أولا نتكلم عن النقاش. النقاش في البيت هو شيء أساسي ومن أركان الحياة الزوجية، ولكن له شروط حتى يصل إلى غايته من الحب والخير والتعاون، وحتى لا يكون سببا لجرح أو إيلام في الطرف الآخر. أولا لابد أن يكون قائما على الاحترام، عدم استعمال عبارات خادشة، عدم التقليل من الطرف الآخر أو إذلاله، فهذه تعتبر شروط أساسية من الشروط الأساسية لإنجاح موضوع النقاش. عدم فتح ملفات سابقة، فكثيرا ما يحدث هذا الأمر، نختلف اليوم حول موضوع معين فنرى أننا نعود إلى مشكلة حدثت منذ 5 سنوات، ثم يفتح ملف مشكلة حدثت من 10 سنوات، نربط الأمور ببعضها، تكون المشكلة صغيرة فتصبح مشكلة كبيرة ليس لها حل. كذلك يجب عدم إشراك أطراف أخرى في النقاش، إلا إذا كان ارتأى الطرفان أن لذلك أهمية في أخذ رأيا أو مشورة. أما أن تسارع الزوجة عند اختلافها مع زوجها إلى إخبار أهلها، إخبار صديقتها، إخبار جارتها، أو يسارع الزوج إلى إخبار أهله، أصدقائه، جيرانه، ثم تكبر الأمور، ثم أحيانا يكاد الزوجان أن ينسيا المشكلة، ولكن الآخرين من حولهم يذكرونهم دوما بالمشكلة وجذورها والطرف الآخر المسؤول عنها، مما يشعل الخلاف من جديد. إذا نحن يجب ألا نخبر أحدا من خارج البيت عن مشاكلنا داخل البيت إلا إذا اقتضت الظروف الشديدة ذلك، أو اضطررنا إلى المشورة وباتفاق الطرفين. وعدم استعمال دائما أن نستعمل كما ذكرنا عبارات اللطف والاحترام، فهذا أمر هام جدا، لأن الذي يحدث عادة عند الانفعال، نحن كيف نراقب عادة كلماتنا وأفعالنا؟ عادة لدينا ما يسمى الفص الجبهي، وهو الموجود في مقدمة الدماغ في الأمام خلف الجبهة. هذا الفص هو الذي يراقب أفعالنا ويراقب تصرفاتنا وأقوالنا. فنحن نضبط دوما إذا في حالة نريد أن نقول شيئا، فنختار الكلمات المناسبة، والفص الجبهي هو الذي يساعدنا في هذا الاختيار. عند الانفعال تضعف فعالية هذا الفص الجبهي، لذلك كثيرا ما تخرج كلمات خلال الانفعال لم يكن الشخص قد تلفظ بها سابقا، أو لم يكن يتوقع أن يلفظ بها أمام العامة. لذلك أحيانا في حالة الانفعال بين الزوجين قد يكون هناك بعض العبارات الخادشة، يجب أن نراقب أنفسنا أن لا نصل إلى هذا الحد. كذلك نتكلم الآن عن الأخطاء الشائعة عند الرجال حول هذا الموضوع، أنه لا يهتم، لا يصغي، يأخذ الكلام بحرفيته، ويقدم الحلول بشكل فوري لكل مشكلة، ويقلل مشاعر زوجته وأهمية حاجاتها، وإذا شعرت الزوجة بالأسى على أمر ما فإنه يلومها لهذا الشعور. أما من الأخطاء الشائعة عند المرأة فكثرة تقديم النصائح للرجل، محاولة تغيير سلوكه، ويندر أن تشكره على ما فعله لأجلها، بل تشتكي غالبا مما لم يفعله، وكثرة النقد. غالبا التغيير، إذا أرادت المرأة أن تغير شيئا في زوجها، أو الزوج إذا أراد أن يغير شيئا في زوجته، فليعلم أن هذا الأمر ليس سهلا، وإذا أراد ذلك فليغلفه بغلاف الحب وليس بغلاف النقد. فإذا قال الرجل لزوجته مثلا: أنت قليلة الاهتمام بنفسك، أنا أرى النساء الجميلات في الشوارع، وأعود إلى البيت فأراك مهملة مبتذلة، لا تعتنين بنفسك، رائحتك غير مقبولة، كيف يمكن لها أن تغير من نفسها وهي قد سمعت هذا السيل من النقد ومن التجريح؟ ولكن إذا عاد وقال لها الطلب نفسه، ولكن بشيء من الحب،
أنا أحبك وأحب أن أراك دائما على أجمل هيئة، أنت أجمل النساء الأرض قاطبة، وكلما اعتنيت بنفسك زاد حبك في قلبي، وإلى آخره إلى آخره. طبعا هنا بغلاف الحب سيكون إمكانية النقل، إمكانية التغيير أكثر. وكذلك المرأة عندما تخاطب الرجل، فبدلا من أن تخاطبه بأي خطاب فيه نقد، فيه تقليل من قيمته، تحاول أن تغلفه بغلاف الحب، وسترى أن لمفعول الحب فعلا سحريا، بينما لمفعول النقد والتجريح مفعولا عكسيا تماما لما تريد أن تطلبه. من ميزات الرجل أيضا أنه عندما يريد، عندما يفكر في أمر ما، فإذا تعب من هذا التفكير، فإنه إذا شغل نفسه بأمر آخر فإنه يستطيع أن ينسى الفكرة الأولى لبعض الدقائق فيستريح خلالها. فمثلا يذهب لممارسة الرياضة، ينتقل من قناة إلى أخرى أمام شاشة التلفاز، هو يحاول بهذا الانتقال من قناة وأخرى أن لا يفكر، يذهب إلى الرياضة لا يفكر، يجلس مع أصدقائه ينسى الموضوع. كثيرا ما يطلب الرجل في أوج انشغاله بأمر ما أو قضية ما، على العلاقة الحميمة مع زوجته، لأنها فيها تخفيف لضغط كبير عن نفسه. أما المرأة فانشغالها بفكرة أخرى لا ينسيها الفكرة الأولى، لأن دماغها يعمل بشكل مستمر. فلذلك قد ترى أن الأم أو الزوجة تعمل في المطبخ مثلا، تهيئ الطعام، وهي في نفس الوقت تبكي على خلاف جرى بينها وبين زوجها بالأمس. أو أنها يعني ممكن أن تفكر أحيانا بأكثر من عمل في وقت واحد، وتستطيع أن تحافظ على ثباتها بتفكيرها دون أن يشغلها عمل عن آخر أو فكرة عن أخرى. عادة نحن ننزعج من النقد بشكل عام، الإنسان لا يحب النقد، وأكثر ما يزعجه النقد عندما يأتيه من أشخاص يحبهم، وذلك لأنه يشعر كأن النقد من طرفهم هو نقص من رصيد الحب لديهم، فهو يشعر أن كأن معزته لديهم أو محبته عندهم قد نقصت درجة ما عندما سمع نقدا من هذا الطرف. لذلك نحن كما ذكرت نحاول أن نظهر أن الحب هو دافعنا عند النقد وليس مجرد النقد. وجدت إحدى الدراسات أن ارتفاع الكورتيزون الذي سميناه هرمون الشدة عند المرأة خلال قيامها بأعمال البيت وإدارته يعادل ارتفاعه عند الرجال خلال قيامهم بأعمالهم المكتبية أو التحضير لإلقاء خطاب. ووجد أن المرأة التي لا يشاركها زوجها أعباء المنزل تكون عالية الكورتيزول. وكذلك المرأة التي تشعر أن زوجها يفضل قضاء أوقاته بحثا عن متعته الشخصية بدلا من الحرص على تمضية الوقت مع عائلته. فهذا يدلنا على أن مهنة ربة البيت التي كثيرا ما تستحي النساء أن تذكرها في المجتمعات وكأنها عمل لا قيمة له، هو يعادل في شدته النفسية وفي جهده عمل أشق الأعمال التي يمكن أن يقوم بها الرجال. فتحية منا إلى ربة البيت التي هي الأم والتي هي الأخت والتي هي الزوجة والتي هي الابنة، ووفقكم الله جميعا، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله.